يا دي تراندي نغمني ثلا من تيلي مسوال ذا مقران فلا ولا نص مرحب اسوان ذا هيرا ناخذ قوميس نسال نسث مزيغ ثا امسا فثقارا نولاقي غر شرعة لغا الجزائر ذا قوذم ان النائبة اوروبي سارة نافو فدم ثاني سالن السركاس هسري يتغلط ان يقارن باللي فرنسا توشل الجزائر المعاونات نص واردي ولاد اسال جرنان لوس وارد الجيري غير توريق ثيا من يثول غير تنقذين الناس من يتبذو سن ابايا ذقما الناس الا تمدو كلت نوقل لن يتوطف اللاس انقاذ المرات ستوه مثل البغض ذا الكراهيه تفروس جر يوذان اريك زمور يتوسن الناس قارغ ستبدي ذقود من الجزائر ذا المسلمين تدرن ذي ثمورا لجناس الجرنان اللوس ورد الجيري يرني رعا غير ثنقيذين أكل إلا نتمس القاينشا سلخصوص أنه مر ذي سالن سيركاس يتغلط لاصل ذي لاصل نسن يقارن سي سيركاس باللي فرنسا تستقدر الجزائر سمور نصوارد ذو سوير نهيلن إيو سوير نهيلن نونقمو يقار الخير بوطبا ذي ثوريق يقار محمد خضراوي ذي ثوريق ثاي هي كلت النظام أهنتين يرباعين فرنسا ويحمل الشازدر نامورث الجزائر هتخال في خفيس أفور زام وبريديس وهي اختار يشريك الناس في الساس الفيتيس من يتحول إذا يا أسحر كن يلسون نسن ذي خلصن بشر أينين إولن الكذب وذم اللي خدمت وشميت هيكلتا ديج سيجي ذا يتوسنن ست تطرف ذي الحقذ وحكم فلاس خلال انتكال صل العنصرية دنخر ذي الحقذ ويخدم فوس خسر وذم نتمورث نتزاير الجرنان اللوسوار دال جيغي جيجن المقال أهمس لي في الدعوك ثنشرع قلان هسترسيت الزاير قوذم من النائبة أبرلماني ثا أوروبي ثا دسبات النس يعني لحسابات السلكذب يتخصان أسيغين فرنسا المعاونات يدري من يتزاير باش تستخدم قمول اللبلانات ويمو ويسمك ثاي المقال أن الجرنان وثاني سومر واسا قلان ترسيه أمور ثنت زاير إي فرنسا من يلاه ولا غام سالته عنا غل حسابات الفاتورات إلا قف فرنسا أهتكاكا أخونا النسي الخزينة غنت زاير أكسكواس 1830 ماني وين إيدري منيس أدور وإلا قف فرنسا غاسمكتي أخلاص نت زاير أمليار نول أورو يوسخلي انتسرافين فرنسا أكسكواس 2022 أدمان التوغي سرقال إذري من قنوب ثن العصابة ذا الفاتورة ثقلان خلصيهن الزاير إمهلكين النسي فرنسا إلى قابل فرنسا قدري من تسادف سيك طلبة ثن الفيزا قلان وهن قبل سير جزائريين وإلى التوغ قاسن الحسابات إلى قاس أعود أحسب وشحال إخلص كل ون ليحوسن في الفيزا وذا سقبل نش وذاغ أسقسي من يتروحان يذري منو نغزيس الناس يخلص فرنسا اي دبلوماسيين الناس ايه مورث نتزاير وكما تيتخصان مسالة التأمينات انتر والنس ويتلاقش فرنسا افلس مسلاي ويستقساغ الجرنان وشحال ذي العقود سيه سفايد فرنسا قنوث العصابة دمانه نيرين واذا يو ماشي يسيق الفيتنسن عزر نتزاير قجنا وارفاذ نتزاير ادعوكثو نتاث غير التسوريف ثي وسكشف من الحق دوسي قوش الكذوبات وبالخصوص إلى التوغيت هتاسد سيري ذا يتحوسن فوس غلظ ادو خلاظ وأدو أنو أول ورزام نيغ أول وصقدر نواقل إمو قن ثسوكد المجلة الجيشة بلي فتقار أنو سترة نثيق تنوقدو ذا جزائري ذي ماس عبد المجيد تبونا مسلوين الجمهورية العودة ذي السن يبدو ذا الخدمة الناس وكمل أنور فاذ لمان تيزاقن ذو كمل ذو قبريد أنو سكاين الجزائر ثلاث الذمث أنو هي النثبت دي ثسو صقدر ني جزائريين جملة إيزرين ما تغني تراجعنا في القدن غير النذاث مراد غاو سيت لغان غر وسقدرنا النية في الدمت وسقدرنا نواقلي موقن دي العهدث إعدان ذاق لذام قراني بان قادة المجلة الثرني تحبس غر المشاورة فأغناوت إتوارز من إلا نذبدون ذيس في الدمت نوسي لي انثيك لي
التوير ثمون نغافة التوير ثمور دوك تخصانا سيلي الديمقراطية ثنثدة من يثم كتاب لي العهدة في السن التيلي قارغ ذا بريد ذا ثرار نوص قدر نواق لي موغنديث ذا مساد وجملي الدبلوماسية أسات وسن العهدة في عدانا أسات وسن العهدة في عدانا من يولين لبس نهي نهي لني غناون ورني ذا سيخامن يتورز من أن الخدمة ذي لبس نحريشن ذي مير داثرر السكاد المجلث يخص أبديثني جزائريين فوس دوك فوس ذات مقنجر إكوبانيين وكل الدول سيسن الجيش أغناون وقذوذ ميسن الجيش للتحرير أغنى وإلا نتكمل خدمة النساء دستوري سعمل ذا مقران السواكي دو سيجذ إي تبدي ذقوذ من يكروسن أمكلان سوسقدر نسجد قتالي إيغورن إذا أن وثرار أمكاك لا أمكات السرس المجلن الجيش باللي الجزائر أسن تذبريد يحجم يرقم فلهنا ذلمان مشتلان إياك تحوسنا تموس ويت ستبديت نوكدوذ كل ثمقني الناس إذن تكوبانية ندولة الناس إذن الجيش أغنى ونوكدوذ من السوكد باللي ثمقني أي نتاث أكسن قارق نتاث أكسن جحن زيك الثور ثنثيل اللي مقرانتي لان نقول أن سدر سبعينية النغ سبعين إني سقى سن فثني كري الناس من ذي قيم زناد اللمان ذي الجزائر إقدران سلمان أذل هنا إبدا سا ونغلاف مزور نذير العربوي فهم سلقي أن الحكومة تخصصي وظفارنا القد نو استخدم نزمامات الخدمة نو كم لقية وسلوية نثمور ثقيل فايت ان الولايات ان الجلفة تندوف فتفوث نثبديث في القدن الخدمة ثنيهي لن يتوزر تندو سقدر ان سن فدن ثنو سقدر نذام سادو جملي ذات مدور ثنيو ذانا مكاس سقد الحكومة يوفسار فوذا فنو سلم ذن الحرفة نفوس يبدو ذا الصناط النغي بدون الصناط فتفوث نزماماتنا الخدمة يتوفسر ان فدن ثنو سيلي نفوس ان الخدمة قدران سلخصوص ذو حريشن اللان ذي مكان مزويران ذي سياسة غنو ثنو نقمو نثمور ذي بريذن نو سقدر لمعونة إذن شريك الدام سامس القي ان الحكومة ثيرني إراعا غر وهيل ان المرسومة التنفيذي إسر سينا بريذن التصديق مكيس قارن ذي مفاقن ندو مثي تذفن ذو بريذن وكمنو نظمي تقنان غارث مفاقثة أمدانيث وذو بريذن وظفارنا القدن وستخدم تعليمات نسلوية نثمور في تقنن غر رقمنا اني غسوير سنوا مره ان الخدمات عموميين اثراع الحكومه غريب لي ذنو سقدر الوكاله تغنوا ثن الرقم نادي زمرته فون قارو سقد الحكومه غير وفسار في القد انتيكلي نزمام الخدمه استكشافي ام كسقرن اقي يوصل وين ثمور في الفايت الغروز يثباب نثكوبانيني بتون باش ازرن التجارب نثمره امزورا ذي التكنولوجيا افسرن الفورز الزاث النغمن يفسر الفورز الزاث 450 كوبانيين بتون تي جزائريين باش زرنا بريد نصوير نثمانات ذي ثمورا الجناس دوك حليش نوسكا ينثي خامين تصرح لن مولاش 147 العوايل التيلين دوك مكان مقارن ارضع ميروش ذي الولاية قاسنطينة قارغ ذي الولاية الناس عيدا غر في خامين تي ثرارين السجهن إثم الدور في حلان قارغ يقار الخير بأنه تقار سعاد شبه أكثر من 6000 نسكاني ذي السسنو غير ثرار نسكاني ذي الولاية الناس عيدا التمدين تثرار في الطورة جزدغن ذي أكثر من 30000 نسمة يتوفر قن في غرن عين الزرقاء ظهر الشيح تم إنشاء قطب حضري جديد بعين الزرقاء هذا القطب الحضري تم برمجة إن شاء الله إنجاز به أكثر من 6400 وحدة سكنية بمختلف الأصيغ كذلك سيكون إن شاء الله به جميع المرافق والتجهيزات الضرورية أكثر من 1400 وحدة سكنية قيد الإنجاز على مستوى بلدية الولاية كما عرفت هذه السنة تسجيل لبرنامج طموح يقدر بأكثر من 2000 وحدة سكنية للإجراءات راها على قيد الانطلاق فيما يخص اختيار الهندسة المعمارية لتعرف تاع المنطقة إن شاء الله عندنا برنامج هام اللي قبل نهاية السنة هذا تكون عندنا أكثر من 3000 وحدة سكنية قد الإنجاز ذا سكانيز متى يمخالف النوذ ماون يتواخذ من سل معايري لزمني وغيرايا ويتوهيان ستاوي لكل قطب الحضري الجديد عين الزرقاء اللي فيه الآن حوالي 3000 سكن في مبرمجة
بالإضافة إلى عدن اللي راح إن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار أيضا المساحات الموجودة على مستوى هذا القطب الحضري اللي فيه برنامج تقريبا 10,000 سكن على مستوى هذا الموقع، بالإضافة للتجهيزات العمومية المختلفة اللي مبرمجة على مستوى هذا القطب. نهني ذي هيل النسخاني لنضطوى فرقا ورن بعض أصن الزمران ذي فان دوا سيدتو سرسن والسيدي نسقدين تمدور ثنيوذان يبد السلواء انضبر أمتو نلجمارك نغلدوان عبد الحفيظ بخوش ذي غرباز أنيجي الله دوان ذي وهراني بد في وبريد نثروي ندفع في سورة نغلا نوروزي نسني غربازا أغربازا وهران دو غرباز نتلم سندفع ذيس 441 نقداش سعدان أكون ذو سلمذ أخصوصي ما يخص ذي القرايث نغذوك سلمذ ما يخص ذو النار ويذي ثمو سنين الخذ مثيقار الخير بطب ذي غرباز يعلين الديوانة ذي وهران أصلح طور ما سلي وأن مهلا مقران الديوانة بخوش عبد الحفيظ ذي ثباب ثي ويرني ذي سموق الفيشطة نترييت ندفع ثي سورن سي العوان نعوسي نسني غربازن وين وهران وين ولاد ميمون ذي تلمسان وين لان ذي سنت 440 نين المذني تكونا في الزر ثنسان نيارن سوهيل نسقري ذو درب. المرحلة الأولى تلقى فيها الطلبة تكوينا شبه عسكري يعتمد فيه خاصة على تعزيز اللياقة البدنية وطاقة التحمل والتأقلم مع مختلف الوضعيات الصعبة التي يمليها الميدان. نظرا لطبيعة وخصوصية المهام المستقبلية الملقاة على عاتقهم ثفاز كانت رأيتي موكذي سهيل ذا ماركانتي ذي ثزقاق نغرباز للتمارين ذو درب إيلان تعلمنيه العوان ذي المدة نكون. أما المرحلة الثانية فكان الاعتماد فيها بالجانب التقني والمهني والذي كان لإطارة الجمارك الدور في صقل المعلومات التي تتعلق بالمواد القانونية ومجالات تطبيقها. الدفاع ترفض الاسم نودي وانيا مرحوم مولاي عبد القادر وتكرمن ذي ستاني إن المذن إمزويرا ذو قبريد ثبدي ذو قوذ منو جرم سوذ ماون أنسن نس وكل زمرن الأفراد نغي غالن الكتيبة نغيرن الدرك أغنو ذي أم العسل ذي سن سوري فني مخالفن باش أضحب سن سن نني سوري فن نوسر والجارت مورا الكشيات إيد واخن ويت في القد أنيجي إذران ويدر أذمسا أغنوث ويدر أزمار تعموميت ويت في القد نسد الثابت ذي برج العقيد لطفي تقنا غر ترباع ثاني غير الدركة غنو ذي حاسي خبي في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأم العسل في عمليتين منفصلتين من إحباط عمليتي تهريب دولي لمؤثرات عقلية على أعلى درجة من الخطورة تهدد الأمن الاقتصادي والوطني والصحة العمومية على مستوى السد الثابت ببرج العقيد لطفي أين تم توقيف شخصين مركبتين 101,500 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. ديث بديث قوذ ماني رما غنى ذو جرمي تنظم النس والنس وكل خدمة الوحدات ذا المفرزات نلجيش غنى وذ قيمير جار سن 8 ذو قيورة ياخذ منت أنقاذني سوري فنزي سيلين وقحلاني لان الشهر ثموسن يعني جيذ وكي ذو سيجد اندي من القوات النغيم سلحين ذو قشال كل نثمور ثنغ ما إلا ذي ثبدي ذو قوذ من يرمى غنى ذو أمن ويمير أن طفنت المفرزات أن الجيش غنى خمسة أن يذان يتعاون نربعي نرمى غنى ميلا ذو قبريد نثبدي ذو قوذ من وجرم يتون ضمن ذو زنزي الله يوف طفنت المفرزات أن الجيش غنى وستمقني إذن مضبرنا اللامان ذي سوري فندي غير عسكريا أطفن 40 نتجارن له يوف أمك حبس سوريف نسيذف 13 قنطرن 80 كيلو غرام نلكيف تذوان فوي ميرن إذن المغرب هم كطفن 64,133 الكاشية في الدواخن ويت دي تمرسة برج باجي مختار إن صالح إن قزام جانات هم كطفن المفرزات للجيش
أغناو 126 يوذان 44 تكروسين 171 نتويلة في سلاين تريسيتي 90 للمطارق نضغط أمكسقارن 3 نتويلة نور الزيف وورغ ورنيدا سامور سيوساري نوشال تزراد وورغ ذي التويلة نصدر ضغط استخداما دي وغزاي ذو جروزي أفورغ أمكسقارن 37 نيوذان 10 لفوشان وصايد 4 لسلاح الكلاشينكوف ذي تيش تنت بستولت ورنيداس 300 نغ 30 أرنيداس 30810 نليطراث نالمازوث دليسانس 72 طن فاصل سن سي السلعة الماكلتي لان التوسر والبشا تنس الغلا سوق غرويش تحب سني حرزن نويميرن أفوكن 304 نيوذان لان ذحر قنديل بحر ذي ثفلوكين توخذ من سوفوس مكتفن 160 مسبري ذن بلاكي ضانسي ونقاز نثمر في الدمثان وصقدر نقمون الدمس أخام من الصناع يعني اللي لو تسخذ من دي البسانات الفلاح باش نغلح واض الفلاح باش تطفن أمان أخام يدي الولاية برج بوعري رجي قور ستة ولايات ثلاثين سلقد نوسيلين 9 مليون طن ذوك سقاس يقار الخير بوطب ذوك بريد ذن يهيل أن الدولة ودوزين متي تصنع وتسرى يدي ثمور ثناغ ذي تخلي إذن معلمني صناعيا أثاي لوزين يصنع الحواضن ومان ووراد الخزناثن ومان ذي الولان بورج بوريريج يخدم يوسق در متادي سرياسي 7000 هل 9000 لطنان ذو سقواس ذا مشروع يصنع نسيفة سن يخدم ننوا غير أبدي تفدو ملفا هنا ملفا وخدمتنا الماتير كما هكذا فرغوا البرودوي بعد تطع الفوق تعاود تهبط مع الآلة يخرج لنا الرولو الكلاركيست نخدموا الماتير نحيو الرولو عندنا ديشي نحيو نرحيوه لو ديتيكتور دو بوروزيتي اللي يسمح لنا بيشوف لنا كيلكو اذا كان هناك دي فويت دي ميكرو فويت في الفيلم من الجانب الاخر عندنا لو ديتيكتور تاع لو بيسور هو عندنا البي اس تي وهي اللي تعتمد على بات حيث ان لي بيسور تاع الفيلم لوزيني يخدم سلقيس ندوني ذا الحرج ذا ثرار سيرفيس هذا عنده اعتماد من طرف شركة من طرف عنده السيرتيفيكا اسكازات اسكازات 60 انستيتي المون سبيسياليزي على سانتيز دو راجيو مومبران وعندنا ثاني دوزيام سيرتيفيكا اللي هي اسكوال لي سيرتيفيكا هذو عندهم دي نورم لي سيرتيفيكا هذو عندهم دي نورم سبيسيال دي نورما هادو ملي نورما هادو نقدروا نخدموا لهجوم برا تاعنا قدرنا نخدموا دي مود اوبيراتوار بالنسبه لي تيست اللي راح نديرهم بور لو كونترول كاليتي كل احتياجات السوق الوطنيه نلبيوها وعندنا وكنا صدرنا من قبل البلدان الافريقيه وحنا رانا في تزايد كل عام ورافقنا مع المديريات للولايه وحنا نحن اليوم الحمد لله عندنا نخدموا بالمواصفات العالميه وعندنا الرخصه الاستثنائيه ذهي ليتو سقدر صغر زهث ورناي ذوق سرقي الناس ذو عون ذوق نقمو نهذمسا أهيل نسيلي نغير نصنا يعذي بابارد الولاية نخنش لاس كهيلا إمقران أسفاد الولاية دقو بريد نزمام الخدمة أتكملين ونقمو أخصص وسلوين ثمورث الولاية الاشغالات ذي ستوراد ميرد فذقرة ثمقنين تولى ثكل إلزمن إنوال باش الخدمة إهيلا سنتقار سعاد شبه إزار وغرنا النشاط ذي بابار هو قريتنا الخدمة ذيس يوكمل مشروع يلان ذوق هيل نو سنرني الفايت الولاية خنشلا يلان يزرخ ضامني بريذن التموقني استشبك ومان يخص نتسسي نغنو ناول ارني غاز تموقني ستري سيتي وهلا يهم التطهير الصحي كذلك المياه الصالحة للشرب والتعبيد الطرقات وإنجاز تبليط الأرصفة والإنارة العمومية والنسبة للأشغال راهي متقدمة ب 95% الاستراتيجيات ندول في قدي الأحوال نونول ذو سلالين مكان الخدمة السوري في همان مضبر النوغيرايا يوعين غير النشاطات ذي بابار ذا مكان نصنع في همان رباح يشتي الغروز يبدأ نسلالين مشروع النس وسرقين التويلات الفلاحث
ومانيه تعود الولاية الخنشلة تمزوارو ثوق سرقين وظفو ارني غرس متيم خالف النعمث. أنا كمستثمر شاب استثمرت هنا في الولاية نتاعي في منطقة النشاطات بابار التل. الحمد لله يا ربي رانا درنا مصنع لصناعة وتركيب العدد الفلاحي. الحمد لله هذا رجع التسهيلات اللي قدمتها لنا الدولة الجزائرية. هذه المنطقة لاقت اهتمام حوالي 40 مستثمر لتجديد مشاريعهم على أرض الواقع. منهم 17 مستثمر متحصل على عقد إداري. وهذه المشاريع سوف تخلق إن شاء الله مناصب شغل للشباب ساكنة بابار في المستقبل. سمكن استراتيجي الخيوري اللاندي سلولاية خنشلة التعدات تمورثي صلحني ونول ذوي قاين متايم خلف يمشرع أصل خصوص الغروز إلا نسوين سن أسيلين تذام سهاغ النوذ نتمورثن سن ذوق سدر نواس أغناون دبلوماسية الجزائرية ثيا في الدوكلا المشعل الشهيد ويت ثيا دوق بريد النغذية فوث نمسلقي نثيمانت ثيا مسلقي نمزروي ذوق خصوصا دبلوماسية الجزائرية دي في الدوكلا أمميث سي ماس عبد القادر شندرلي غر ماس عمار بن جامع ويدي ثبديث نكرم دو سقيري سينقفن الجزائر ذي الثورث انثيل اللي مبارك ويت يتبان اسف القد نسقم والامان ويت فثفوث نثبديث الجزائر في الدمث ان القضايا اسمي السن وفي خفن سن القضيه الفلسطينيه. الدبلوماسيه الجزائريه مبنيه على المبادئ اللي كانت مبنيه عليها الثوره الجزائريه ابتداء من فتح نوفمبر 54 وهي قيم يعني مقبولة عالميا وهي الإنسانية وهي حق الشعوب وهي كرامة الشعوب وإلى آخره. الجزائر رجعت اليوم على منصبها الطبيعي يعني كدولة عندها صوت قوي وعندها مبادئ لتدفع عليها على المستوى الإنسانية وحق الشعوب. ذكرت تخصان سقم الأمان وسوسوثر صغر الجزائر دثمورث نصلوفينيا يا أسا وسقم الأمان ندمث نيغيميث ذكرت تخصان أثرار الخدمي الخير ذك غير أن غزيلان يزرع العدوان ذو جرم الصهيوني ذم قران اللاني تكمل فوش تفوس بنغ ذا جرم نثمون غي تم قرانت ذو قزرف نيوذان نغ ذا جرم إنان غرس الأركان وكل جملا أنا عدا غر يسلم ثمرة الجناس ذو قثرار الحردي فلسطيني تحت لن استشهدنا في العلم الأفجر أم الساعة 20 فلسطينيين ويت ذي ثيثي تصهيونيث ثوثا أنقاذ ذي خامين ذي قيضان من اللان إن روال تدرن دين ويدي ثمدين غزة من الذي قيضان البريج ذي النصيرات ذي ذوق غير ألماس ذوق غير غزة مني تجرد الصناط مولاش 50 نشهد ذي العشرات من الجرحى ويدي ربعان تغرسين تي بركانين ذي الهانت بركانت الاحتلال أجي الاحتلال الصهيوني ذوق زرفني مدنيا إلا بلا سلاح أنصروف النغة غر غزة وسام أبو زيد يقرأ في اللاس الخير وطب ذي ساعتين في نقيرة سبيطارة ذي غزة تسند غرس العشرات من الشهداء ذي مجراح أزينا مقران زي سنهني ذي ذراري مزانن إلا نسرسين احتلال صهيوني ذي سيبلا ويرنين ذي الحساب من الشهداء غرزني 50 جيموثن ذلم يواثني مجراحي توارف ذن غرس بطارة بلا ما تحبس ثماشين تنقران الاحتلال سيث بدي وثله لن غزة لا يشتا إذن ديشن ذلو جاعة ثمولا والنف هذا العدو الكافر سنتصور بأقدامنا مقاومين منذ 48 ساعة وقوات الاحتلال تقوم بارتكاب المجازر والإبادة الجمعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وإجبارهم على تهجيرهم من شمال قطاع غزة. زدفرنا ساعتين الزيرثن تسيل حالة ذو بومباردي ذهي ثاي تحتم فثم الطوثي أمشات سمنا ثر والنسو ثر والغرو لما سن غزة ذي المرض الثالث مزوارو تزدفر ما تصبر سقواس ذو قنيجان غزة وثدر ثير زايثني القرى ذلو جعاد ذطلا زيت
صار امبارح خبط ورجع ما خلانا ننام، خبط تخبط في سنانات ودبابات. هذا عائلة أتت من غزة من منطقة الشاف عبر شارع الرشيد، تم استقبال الحالة على مدخل اللي هو النصيرات النويري بحالة سيئة، حيث تم استقبال حالة أخرى مصاب وينزف منذ عدة ساعات، تم نقله عبر المركبة الأخرى. وهمين ثمت ثيت غلاس تلحق روم كان ذي سلمان بالصحن التافة ثيمة فيين للاحتلال وثين تثيم والبريج ضمن صيرات ذخان يوناس ذرفح وثجيت ثي خسارين تيم قرانين وثنغال عيلة ثكيم لنتوه تكميل ذي زدمة الناس فوذون سيفيل ذي غزة. موجودين أشلاء أطفال لسه، يعني الأطفال هم قدام بس مش قادرين نعبرنا لأن السقوف جوا مولع، بدنا نرفع السقوف حسب نخش نطفيه مش قادرين. عدو سقواس سيل قران الاحتلال وهمين قذوذة فلسطيني والعذيب الد في ثمورة لبنان ورعاذ ثم فاكت حربية صهيوني ثقور دوك جر من نس أبركيان ويت دوك غير نوندن بيروت ذو البلدات ذي قوي را دوك ندى ذو سمر لبنان من السيلي 36 شهداء ذو 150 نمجراح ذي 24 تسعاثين ينقورا مني ثولي ثوريخ للشهداء غير 2119 الشهداء أكثر من 100,000 نمجراح ويت سقواني يبذو العدوان في لبنان. ذي المروك قرنط الصهيوني يقار غيرس يضر الناس ذي زمامات الناس منظوم نو سلمذ مني يزمر باش أذي الصيدو وذي يرز الخصلات وكل النجم لي أمغربي قال خير بطل. النظام من المخزن والف سحقا تمنا وثن وكذو ذا مر إيس لخصوص الزفر ما يطيش يميش ناس جاري غال لأن الكيان صهيوني وطبع ذك حريش نمراها من حال يهي نوس المذة ذك سوريف نو بدل ذي لترابي دي قولن ذي التوكسان تمثال ثا فلسطيني سقوالي نو جملي ونتامتا يولها غرس يمضب تدوك لثام روكيث إيقومان فطب حاولت تزييف تاريخ وأسطرته وربطه بالكيان الصهيوني أنه يستهدف هذه المرة مستقبل المغرب واستقراره وارتباطه بتراثه الوطني من خلال استهداف النشأ واستهداف النشأ من خلال البرامج والمناهج التربوية. وذكر وبريد التقال منظمة روكي وطب عبد الصمد فتحي مضبرا بعد ثمروكيث نتبديو في ذنت موسى لنن وكذو ذي تقال بلي الطبع ذو قحلي شيء لقرايث إذن الكيان الصهيوني أقيو على نمراوي وكذ أستهزن من المخزن في ثمسل تيي منذ توقيع اتفاق الثلاثي ثم الوتيرة ديال هذا الاختراق هذا عبر أدوات ووسائل ومنظمة ضوية وثقافية وإعلامية هنا انطلقت واحد مجموعة ديال الحملات تروج لي لصورة الآخر ولثقافة الآخر ولتراث الآخر، ولكن المدخل دائما كان المدخل المستدام هو مدخل التربية. متى يدق ذيس ضامن المخزني ولا يتبان قد داون ترق المراركة سيثسوس من سن يثيخلي ون الغش قارن ذيس فذق تنسن البلانة صهيوني ذوق سقري ذي تيخثي وين نيبراني ينفوج من يامروكي زدو ثيلي نتمدورث لمسامحة سيسر خاس. دي سلن ودال خلضن مديثن وسورني الظهور موسى إمناين فلاديمير بيتكوفيتش غرت مدينة عنابة ويت ويين الذرب ذوق النار 19 مايو هذي رفدن أمسل قيادة شاف الثمانية نيض من يخسن إمدو كان القائد رياض محرز باش أذرب حنا مسلقي والثلاثة باش أذكينا نكثر غر الشارف نعدي غر الاتعاد تفريق الزاث أن الوقت أنقن أنقن فولي نحوض إذن بدوك للنغ محمد وديعي
محمد وديعنس مرحبا اسك قلنا 19 ماكو 56 في مدينه عنابه عند غاتي لي ذويلت وهكي غنتربع ثغناو ثلا وانا كيا اتسمي كثير تربع ثغناو ثكن يدن ولا دي تصورت بضد في 12 وزال غير الجزائر نفرح تشي الجزائر ثمانه فوت بضد ذاكي غير مدينه عنابه غي وكن اتهكي غي مانيس اكن غنا تسمي كثير تربع ثغناو ثري قبلن تربع نوطو كيدي بظن ولاد نتاث يعني زعما دينيغ اضليا في 11 ونص دقيقه اذا قالت مدينه عنابه ربعت نطوقو أولاد نتاثة تهجي غيماني سكاية رانا كران الوقت إميغا في 8 نتمدي ذغن نتاث اللوان التمليلي أتشمي وكنا تهجي إيماني ستربعة ثغنا وثكن دن ولا الجريدة 83 ميولار نجديد إثي كلت ثم زواروث أذو رانا ريف يمفرجن تربعة ثغنا وثكن سمي ثغنا وثكن دن عنا ذا إكسر حيفن يل في كلت ستربعة ثغنا وثكن مليلي ثنجاروث ثلاث ذاقيا ريف تربعة اللطون زاني آن دادن ولا يمفرجن وساند وفكان فوذي تربعة ثغنا وثكن كنا أدنينيا اهجي يلد سوازاليس ذاكيا اثر بعث غناوث اما غذا ناري وجد اما تولى ثوكي لاقا وجدنتي وكنا دنوليا ثيم ليليث شبحان ازكا ثيم ليليث اديليا غا ثمانيا غا نتمديث ارذينا نغارد قال او دنفك تعذات نغ اسال في جديدين ازكا ان شاء الله تنميرث تم قرانت ومدوك لنا محمد ونغماس محمد وديعي في سلن أغنتوشيد ونسرم البختام قران إثيد دوكلا أغنى وثما نخلط غرث مريت لتعد موسى غر وغميس أديق ورنس قران في النوم